وهل هذا يتطابق مع أعلنه مسؤول أمريكي لرويترز من أن النقاش أو الحديث حول إحياء الاتفاق النووي يجب أن يكون بين إيران وإيران، أي بمعنى بين الخارجية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني وليس بين أمريكا وإيران؟ هل هذا صحيح؟ بالضبط، صحيح جدا، صحيح جدا. التيارات المعتدلة، وزارة الخارجية الإيرانية إذا جاز التعبير، مؤسسات الدولة الطبيعية تدرك أنه هناك مشاكل وعقبات اقتصادية يعاني من عندها الإنسان الإيراني. هناك 35 مليون إيراني تحت مستوى خط الفقر، 50 مليون إيراني منذ عهد أحمد نجاد تصلهم المساعدات الغذائية بسبب الفقر، هناك 7 ملايين شاب عاطل عن العمل. هذه المشكلات في الواقع يعاني منها الإيراني يوميا، إضافة إلى مشكلات أخرى كبرى اقتصادية اجتماعية سياسية أمنية. لكن الحرس الثوري يذهب باتجاه يعني تحقيق الأهداف الكبرى، وهي أهداف خيالية غير واقعية، يعني مسألة معاداة الولايات المتحدة الأمريكية، الشيطان الأكبر منذ 1979 لليوم. هذا الهدف في العدوانية على الولايات المتحدة الأمريكية خلق حلفاء مثل الاتحاد السوفيتي، مثل الصين في حينها، مثل كوبا، مثل فنزويلا. إذن إيران هي ضمن إطار تحالف معادي للولايات المتحدة الأمريكية. هذا أدى إلى خسائر كبيرة بالنسبة لإيران على صعيد علاقاتها الدولية من جهة، وأيضا على صعيد الأزمات اللي تثيرها إيران في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. اليوم اعتراضات المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن 22 31 يتعلق بمنظومات الصواريخ. إيران قصفت بالصواريخ أو الصواريخ الإيرانية عبر الحوثي، قصفت السعودية، قصفت الإمارات، يتم تسليح كتائب مسلحة في العراق، في سوريا، في لبنان. إذن هناك أجواء ذات طبيعة عدوانية إذا جاز التعبير، تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، لأن هذه الأعمال، هذه الأنشطة العدوانية تكرس ظاهرة الأزمات والنزاعات والحروب المختلفة في داخل المنطقة. المجتمع الدولي اليوم لا يسمح كما كان في السابق من أن تظهر قوى تثير النزاعات والحروب وتغذي المشكلات الإقليمية الاقتصادية الاجتماعية الدولية. شوف اليوم ايش قد لاجئين، 60% من اللاجئين في العالم هم من المنطقة العربية، هناك أمية، هناك تخلف بسبب هذه الحروب، السياسات الفاشلة، الحرب العراقية الإيرانية، الحرب الأمريكية على العراق. اليوم النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط اللي هو نفوذ مسلح، دور الحرس الثوري، دور فيلق القدس واللي موثق في الدستور نحو الذهاب إلى الحرب من أجل تقويض الدول الوضعية وبناء دولة العدل الإلهي العالمي. إذن إيران هي واضعة نفسها في مواجهة مع العالم الصناعي، مع العالم الرأسمالي، نعم، مع العالم الغربي. على إيران أن تذهب باتجاه الاعتدال، تغيير استراتيجيتها نحو التعايش، نحو الشراكة، نحو التعاون.